سيري كلها تهز سمعتي كلها تهز فين فكروا فين هادو يلا جيت هذوك خليهم هذوك يلا خزني هذيك ابو العاشي هاك تخلصي يا باش تبيع ولا هذاك ما حنا ما نعرف شغلنا باش شغلكم باش شغلنا هنا الشغل ديالكم نتوما 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 اللي خصكم تورينا الحل الحل هو ما تبيعش ميكا هذا هو الحل اللي عندنا حنا الكليان اللي كيجي عندنا كيجي عندنا بلا كوب وانت سيادتكم جيتي عندي ولا الزوجه ديالك جات خليها خليها ويتكلم معاك انت جيتي عندي ولا الزوجه ديالك هي اللي كيهم الامر جات تقدات عندي ملي غتجي عندي وتعطيني العمر ليها الخضره باش غندير لها واخا دابا نعطيها مثلا الطاوه بحال ما هكا غتشدها ديرها بقوه انت دابا قنعتيني نعم مرحبا انا معاك الحل من عندكم انتوما واخا الحل انتوما اللي سلطه وكتعرفوا كيفاش تسيروا تعطيونا الحل بس انا ملي عندنا الكليان انا عامرو ليه ونعطيوه حنا ما عندناش الربح نشرو ليكم الربح الميكا كنشرو دابا حنا ب 500 درهم مضرقه 500 درهم يعني دابا تخليوك تبيع ميكا انت صافي لا لا ما قلتش لك وكان ما كيجي مضرقين قلت لك كضربوه داكشي راه مضرقين
واش فهمتي الصراحه انا ما كنضربكش الصريح اش راك كذب عليك اش راك كذبوا عليك وغالي دوك حق قال لا راه ما غاديش ليك ممنوع راه ممنوع احنا عرفنا هذاك الشيء اللي داز مراكش وداك الشيء اللي داز شفنا قيدوها هذه مسؤوليه ديالنا اسمحوا لي انا سيدي مره اخرى واش ديروا ليك كيفاش وباش وهذاك واش قلناش حنا شفنا ملي كشفنا وراه شفنا صافي ودير الطريفه ديالك ان شاء الله الطريفه مرحبا الطريفه مرحبا مره اخرى ان شاء الله مرحبا مرحبا بكم مرحبا اسي مرحبا بكم اسي مرحبا مرحبا انا علقها في الدار انا اسي تكون كاينه كاينه ادريس ان شاء الله الله يعاونكم كمل سليمك كمل دابا الكليان كيجي كيوقف عندك كيبغي يتقدم من عندك ملي كتعبر لي اشنو غتعطيه واش يديرها في قبو في جيبو كي غيدير ليها وكيتقدم عندنا القيامه ديال الانوار ما عندناش انا واحد باش غيهزو يدير بانيك شي حاجه تقد عندك خيز وتقد عندك كورجي تقد كيقول لك ما تخلطش ليا كاين اللي باغي يدير في الثلاجه ما تخلطش ليا عطيني ميكا بيضاء ولا عطيني ميكا كما كانت ما تخلطش ليا هو ما عندناش الحل ما عرفناش الناس قال لك ما تجيش الميكا ما عرفناش شنو الحل واش نبيعو بلا ميكا واش ما نبيعوش واش نسدو حنا كاع نمشيو نطيحو شي قنت نموتو فيه ولا هذا الله اعلم ما فهمناش دابا كنتسناو الحل من عند الناس المسؤولين على هاد الميكا وما يعطيونا الحل على الميكا حنا راه ما عرفناش الحل ديالها الله يعاونك كيبان لك دابا في السوق ديال الخضره شويه طاح شويه نقص شويه لا باقي هي ديك الخضره ما كتسعرش يا استاذ الخضره مع الموجود الخضره الا كانت كل نهار والثمن الخضره الا كانت موجوده في المارشي كيكون الثمن طيح الخضره الا كانت قليله في المارشي راه كيكون عليها تنافس وكيجيبوها الناس اللي قادين عليها باش يجيبوها هما اللي كيبيعوا كيبيعوا بداك الثمن الغالي هذا هو القانون اذا بغوا الخضره الخاص يحبسوا من التصدير ينقصوا لهم شويه من الاسمده ينقصوا لهم شويه من المازور كاين بزاف العوامل اللي قدروا يخليهم باش يطيحوا لينا من الخضره ويدوروا على المواد الاساسيه الزيت والدقيق والسكر والفورس هذو هما المواد الاساسيه اللي خصهم ينقصوا لينا منها اما الخضره حنا قابلين الخضره باش ما كانت مع الرخا راه كناخذوها رخيصه ملي كتغلى راه كناخذوها غالي خير الكلام ما قل شكرا.